العلوي ابن المنطقة اللي وقعت فيها هاد الكارثة هادي وهاد البلاصة ديال البؤرة، يعني البؤرة اللي وقعت فيها اولا بتدعي على التازي ومن بعدها سوق لحد ولاد جلول. استقبلنا هاد الخبر هذا اللي خلق الخوف والرعب والهلع في صفوف الساكنة، فبعد ما سمعنا بانه في الاول يعني كانت غير الامور يعني عادية، كان واحد جوج حالات ديال الوفاة وثلاثة حالة حرجة. تنقلنا لسيدي علا التازي بعد ما سمعنا هاد الشيء هذا، قلنا نشوفوا شنو كاين وشنو واقع وشنو جاري. مشينا سيدي علا التازي سولنا الناس لقينا ديك الساعه مازال ما عندوش معلومات يعني مضبوطه. توجهنا مباشره لمقر الدرك الملكي اللي استقبلونا وقالوا لنا بانه بالفعل راه كاين واحد جوج حالات اللي تلقاو تسمم جراء هاد الخمر هذا وهاد الشراب هذا، اللي الساكنه لحد الان مازال ما عارفاش يعني منين جا هاد الشراب. شي تيقول سبيرو ماحيه، شي تيقول خلطوا لهم شي حاجه، شي تيقول زادوا لهم شي حاجه بداك الشيء. المهم لحد الساعه راه مازال ما خرجتش العينه ديال التحليل لك في المختبر، كنتسناو غير تخرج ان شاء الله باش نعرفوا السبب الناجم على هاد الوفيات هادي. وفاش خدينا المعلومات نقلنا لسوق لحد ولاد جلول، جانا اتصال قلنا بانه راه اربعه وحدين اخرين طايحين على المستشفى. جيت تما لقيت واحد مسكين يعني فارق الحياه وثلاثه كيتالموا. للاسف يعني ما كاينش اللي يقدم لهم اسعافات اوليه بحكم انا المستوصف تما، يعني ما فيش اطر يعني طبيه ولا صحيه اللي كيبقاو يعني كيشتغلوا 24 24. فكان فارغ يعني ما كاينش اللي يقدم لهم الاسعافات الاوليه، بقاو مساكن كيتالموا تما. حتى سياره الاسعاف كانوا غير شي جوج ديك الساعه، ما كيفينش باش انهم يديو كل شيء. وهذا غريب يعني في الامر انه كتشوف جماعه فيها 60000 نسمه وعندها يعني سياره اسعاف بعدد محدود، في حين انه في هذه الظرفيه هذه وفي هذا الوقت هذا خاص على الاقل تكون 12 سياره اسعاف. المهم هذيك بقينا قلنا القضيه بدات كتزاد، اذا بدات كتجينا اتصالات اخرى، الو راه واحد مات في دارهم، او واحد راه مات في سياره الاسعاف فاش غادي، او واحد راه مات في السياره غادي كذلك يعالجوه، اللي مات في المستشفى. الى حتى وصلنا اليوم لهذه الحصيله الكارثيه اللي وصلت 16 حاله ديال الوفاه وشي 114 حاله حرجه. غير هو الايجابي في هذا الامر دابا الحمد لله، والخبر اللي زوين هو انه 40 واحد او اكثر من 40 واحد اللي غادروا البارح المستشفى الادريسي وخذوا شهاده الخروج وخذوا كذلك ورقه فيها الادويه اللي غادي ياخذوها، اونتيبيوتيك اللي غادي ياخذوا باش يحيد لهم لكن شي الم او شي اعراض اخرى. الحمد لله يعني الصحه ديالهم جيده، خرجوا البارح استقبلناهم هنا من امام المستشفى، سلمنا عليهم سولناهم على الحاله ديالهم، قالوا لنا الاعراض اللي حسوا بها بانه الحمام ولا يزرق، بقوا عينيهم يعني كيحسوا بهم يعني بحال كيخرجوا. ومن بينهم كما سبق وان اشرنا اللي فقدوا البصر، هذو اللي فقدوا البصر كما قلنا راه مازال ما خرجوش لان الحاله ديالهم خطيره جدا. اما بالنسبه لهذو اللي خرجوا تيقول لك بانه كانت عندهم اعراض على مستوى البطن والمعده، وكان اللحم ديالهم كيولي زرق ووجههم تيولي احمر، وكيحسوا بانه بحال العافيه شاعله في كرشهم. فبعد تلقيهم للعلاجات الضروريه والاسعافات الاوليه وخذوا يعني وقاموا يعني بتنظيف المعده هنا بالمستشفى الادريسي ورقدوا لمده يوم، خرجوا البارح. وبالنسبه للناس اللي كانوا غير شاكين او شربوا من هذا الخمر هذا، جاو خذوا لهم العينه من الدم ديالهم، تاكدوا منهم شخصهم، لقوا ما عندهم والو الحمد لله. اللي لقاو عنده شي حاجه راه كيعطيوه كيغسلوا المعده، وهذا اللي ما عندوش راه كيعطيوه ورقه باش كياخذ مثلا واحد الانتيبيوتيك وكيمشي للمنزل ديالو. فهذا الصباح هذا العائلات كما سبق وان اشرنا الحاله تغني عن السؤال، الوضع ديال العائلات كيفهم كباقي المغاربه، كيفهم كباقي الامهات، كباقي الاباء اللي كيتحرقوا على الابناء ديالهم. واي واحد راه كما كتعرف فارق الابن ديالو، خصوصا انه الطريقه باش فارق الابن ديالو اللي هي طريقه شويه صعيبه بزاف، اللي ما تقبلوهاش بزاف ديال الاباء وبزاف ديال الامهات، خصوصا ان المجتمع عندنا قاسي الله يرحم. المجتمع عندنا اللي كيشوف بواحد الشوفه اللي هي ماشي انه يواسيك او شيء من هذا القبيل، وانما راه فلان دار، راه فلان صنع، راه فلان صنع. وهذه امور خطيره جدا، لانه خاصنا نقول لك كيقول المثل كما تدين تدان، او بالدرجه المغربيه ديالنا اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبه، ما تيخصناش نتشفى وما تعرف الدنيا دواره. يقدر يوقع لك اليوم موقع الفلان اللي وقع لي بهذه الحاله هذه، يقدر يوقع لك ما اكثر. فبالتالي ما تشفاش، ديما خذ الامور وديما دعي مع الناس، قل الكلمات الطيبه، قل خيرا او يصمت. وكنتمنوا كذلك من الناس ومن المجتمع انه يكون رحيم بهذه العائلات ويدعي مع الناس هذو اللي ماتوا بالرحمه، وحتى الناس اللي مبليين او الناس اللي كيتعاطوا لهذ الانواع ديال المخدرات، كنتمنوا لهم الهدايه وكنتمنوا انهم يرجعوا للطريق المستقيم ويعودوا لسبيل الرشاد باش ما يبقاوش كذلك يتعاطوا، وياخذوا هذه الواقعه هذه اللي وقعت اليوم ياخذوها عبره ويبعدوا من هذا الشيء. لانه البارح واحد من بين الضحايا اللي وقعت لهم هذه الكارثه خرج وهضر معايا، قال لي قلت له واش باقي تقرب لهذا الشيء ديال المخدرات، قال لي هذه والتوبه اخر مره باقي نقرب لهذا الشيء، وانا خديت الدرس وربي كتب لي عمر جديد، راه غادي نمشي وغادي نواظب على الصلاه ديالي والمسجد ونقرا على راسي باش نحقق داك الشيء اللي بغيت. والحمد لله وانا راه فرحان حيت رجعت للحياه وما غاديش نبقى نعاود. شكرا لكم.
وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.